ازاي اعرف كلمه السر او الباسورد الخاص بشبكه الواي فاي اللي انا متصل بيها عن طريق الموبايل بدون روت لجميع اجهزه الاندرويد؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. تابعوا معنا الحلقه دي حتى النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحه كويسه واحسن حال. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي بنحصل على باسورد الواي فاي المتصل بيه. يعني انا معايا مثلا موبايل او اي جهاز اندرويد متصل بشبكه الواي فاي ومحتاج ان انا اعرف الباسورد الخاص بالواي فاي بدون ما الجا الى ان انا ادخل على الراوتر او اعمل اي اعدادات تانية، وكمان بدون ما الجا الى الروت. كل ده هنعمله في الفيديو ده، فتابعوا معانا الحلقه دي خطوه بخطوه. الخطوه الاولانيه هنقوم بالدخول على شبكه الواي فاي من السيتنج او الاعدادات الخاصه بالموبايل بتاعنا بالضغط ضغطه مطوله على شبكه المتصلين بها على الموبايل. بعد كده هنضغط على الترس المواجه للشبكه المتصلين بها بالشكل اللي قدام حضرتك. هيظهر بعد كده قدامنا حاجه من تحت اسمها الكيو ار كود، هنقوم بالضغط على الكيو ار كود بالشكل ده، وبعد كده بنضغط على الحفظ كصوره بالشكل اللي قدام حضرتك. تمام. بعد كده هنفتح المتجر الخاص بالموبايل عندنا ونحمل اي برنامج كيو ار كود موجود عندنا بالشكل اللي قدام حضرتك. حمل اي واحد من اللي قدام حضرتك، تمام، علشان نبدا نعرف الباسورد الخاص بالموبايل. طبعا يا جماعه انا حملت البرنامج بالشكل ده، تمام اهو. هبدا افتح البرنامج بالشكل اللي قدام حضراتكم، تمام، وانتظر شويه كده. بعد كده بضغط على المعرض بالشكل ده علشان اجيب الصوره اللي انا سيفتها على الموبايل. هبدا اختار الصوره بالشكل اللي قدام حضراتكم. هيظهر قدامك اسم الشبكه بالشكل ده ونوع الامن او الباسورد، وبعد كده الباسورد الخاص بالواي فاي، وفعلا هو ده الباسورد الخاص بالواي فاي للشبكه اللي انا متصل بيها. طبعا الكلام ده حصل كله بدون ما استخدم روت او بدون ما استخدم اي اعدادات موجوده على الراوتر نفسه. في نهايه الحلقه دي اتمنى الحلقه تكون افادتكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائده على الجميع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.